أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج مرشحون واسم آخر ضمن هذه القائمة نتعرف عليه أكثر بعد مشاهدة هذه البطاقة التعريفية، من بعدها نبدأ الحوار. أهلا بك دكتورة شذا. أهلا وسهلا بكم. أهلا، يعني دكتورة شذا إعلامية ناشطة والآن مرشحة ومن الناس إلى كل الناس أيضا. نعم. ما الفرق ما بين هذه المهن وما بين اسم مرشح؟ أها، هو لا فرق، وهذه مو التجربة الأولى بالنسبة لي، هذه التجربة الثانية. أني سبق وأن رشحت على مجالس المحافظات بدورة سابقة لعام 2013، و يعني هذه المرة الثانية، هاي التجربة الثانية اللي إن شاء الله راح أخوض تجربة الترشيح للبرلمان هالمرة مو مجالس المحافظات. نعم، فالموضوع هو كله يعني يتطلب مواجهة ويا الناس، يتطلب مراعاة مشاعر الناس، يتطلب محاكاة مشاعر الناس، ويتطلب أن أعرف الناس شي يريدون حتى أعرف شلون أقدر أوصل اللي يريدوه، لأنه المعروف إنه البرلماني هو ممثل عن الشعب، راح يمثل على مجموعة، يمثل مجموعة من الناس، فبهالحالة لازم يعرف شنو اللي يريد المواطن العراقي حتى يمثله خير تمثيل. طيب دكتورة، هسه الكل بغض النظر عن أي صفة وعن أي مهنة في المجتمع، صار الكل يعرف شو يريد المواطن العراقي، صار يبحث عن أبسط الأساسيات اللي ما نسميها حقوق بل هي يعني شيء من المفترض أن يكون تحت إطار الإنسانية والإنسان. فيعني كيف تصفين هذا الموضوع من منظور مرشح الآن ويعتلي مسؤولية توقيع قوانين؟ المسألة أنه المواطن العراقي تعب، مل، هو أساساً كان تعبان، أساساً كان يعاني بالفترة السابقة ما قبل 2003، تأمل وراد وسعى وتفائل خير بأنه ما بعد 2003 الصورة تتغير نحو الأفضل، وإذا بينا إحنا 14 أو 15 سنة والحال على ما بل أسوأ، بل أسوأ، أكدها الكلمة. فالمواطن من حقه أنه يطلب، هو ما دا يطلب شيء ترى، يعني أكثر من مثل ما قلتي، أكثر من حقه، حقه الطبيعي كإنسان، حقه إذا نوازيه أو نساويه بأي من بلدان دول العالم، بأي ناس، بأي مكان. طيب أبسط شيء الخدمات، الخدمات البسيطة. إلى ماذا يطمح الإنسان العراقي؟ لقمة العيش الكريمة، توفير المسائل الصحية والتفاصيل الصحية بشكل طبيعي بدون هذا اللي دا يمر به هسه، الشوارع، المدن، التنقلات، الأماكن، بغداد أو أي محافظة من المحافظات تكون بالمستوى اللي يليق بي وبآدميته. طيب كل هذه مدارسة، كليات، مؤسسات، دوائر، الآن تشوفين أحيانا يعني مناظر صراحة، يعني صراحة ما أعرف شلون أعبر عنها، يعني مناظر في بعض الوزارات، ليس كلها طبعا، مناظر في بعض الوزارات يعني يندى لها الجبين من وضعية موظفين ووضعية دوام وترتيب غرف وترتيب،
يعني وناهيك عن مسائل الصحيات وغيرها، يعني لا في مؤسسات الدولة، في وزارات، في مقر وزارات أنا أتكلم وأنا مسؤولة عن كلامي، حالة مزرية. فيعني هذه يعني تفقد الإنسان، تفقد الإنسان طموحه، صبره، إنه يريد فد شيء، يريد يحقق شيء، يريد يوصل لشيء. ليش؟ لأن راح يلتهي بتفاصيل دقيقة وبسيطة يمكن غيرنا من بلدان العالم هاي ما يحكون بها ولا يفكرون بها، متوفرة وموجودة والدولة موفرت لهم إياها بدون أن يطلب، ما حاجة إنه هو يطلب، ولا حاجة إنه يطلع لساحات التحرير ولساحات الانتفاض ولساحات المطالبات حتى يطالب بحقه. إذن دكتورة، قلتي حضرتك إنه هذه هي تجربة ثانية، ما الذي يجعل الدكتورة شذا تعيد النظر مرة ثانية في ترشيحها وبقوة هذه المرة في مجلس النواب؟ والثانية والثالثة والرابعة إلى أن أحقق الشيء اللي ببالي، مو بأن أكون نائبة، لا، بين أخدم ناسي، بين أخدم شعبي بالأشياء اللي أني بعدني متفائلة أنه أني ممكن أصنع تغيير، ممكن أصنع حالة من التفاؤل لدى الشارع العراقي، حالة من الواقع الجديد. أني بهكذا نظرة أشوف الشارع، فرح أظل أعيد الكرة إلى أن أصل للموقع الذي يخولني أن أقدم هذه الأشياء. هتقدرين؟ إن شاء الله. وأكو سلطة أعلى منك، إن شاء الله هتكونين في موضع رقابة لربما في تشريع، لكن هناك سلطة أعلى هي السلطة التنفيذية. صحيح صحيح، هي ليست أعلى على فكرة، هي ليست أعلى، السلطة العليا في أي هي القضاء، ينتهي منه ومن ثم التشريع ومن ثم التنفيذ، التنفيذ هي ثالثهم. ولكن إذا تريدين الدولة الأكبر، أنطيك مثل، إذا تريدين أن تحددين إنجاز أي عمل مهما كان بسيط تتطلب لها ثلاث أشياء: القدرة والإرادة والطموح. الإرادة موجودة والحمد لله، والطموح فأني طموحة جدا وطموحي لا يقف عند أحد. أما القدرة من يخوّلني إياها؟ أنا حسب حساباتي وحسب تصوري كرسي البرلمان سيوفر لي هذه القدرة، لكن وحدي، أني أكرر، وحدي ما أقدر أنجز أي عمل. أيضا أحتاج من يعيني، أحتاج من يدعمني، تفاؤلي وثقتي كبيرة بالمشروع العربي وبقائد المشروع العربي أن يكون معي، أن يساندني ويدعمني إلى أن أحقق الأشياء اللي ببالي اللي تخدم المواطن العراقي، واللي بالتأكيد هي هدفي وهدفه. خلينا نعيد النظر بهاي أنه بحاجة إلى من يدعمك. يعني إحنا اليوم وصلنا إلى مرحلة المواطن البسيط يقول أنه أنا فقدت الثقة بكل برلماني، لأنه تكراراً ومراراً يعيد أنه يقول أنا راح أنفذ وراح أعمل البرامج وراح لربما أسن القوانين اللي بحاجة إلها المواطن العراقي، لكن لما يوصل قبة البرلمان كتاب انطوى وهناك أقاويل إنه حيقول السلطة التنفيذية هي أعلى من عندي وهي التي تقرر كثير من الأشياء. صحيح كلامك صحيح، لكن هذا كله إجا من اللي مر به المواطن العراقي، هو كيف وصل إلى هذه الحالة، حالة من اليأس، يأس بالناس اللي دا تتسلم هذه المناصب، واللي دا تتسلم البرلمان، واللي دا تتسلم الحكم وإدارات الإدارات التنفيذية. وصل الحالة من اليأس من اللي شافه، وحقه المواطن العراقي بالتأكيد حقه. من فترة ينادون بالتغيير، الشارع العراقي قاطبة بكل فئاته، كبار صغار، موظفين، كسبة، حتى النساء، حتى النسوة، أشاهد بعض النسوة الأميات يطالبون بالتغيير. طيب التغيير احنا قلنا يمكن التغيير يحتاج أن نجد البدائل، إذا وجدنا البدائل يا ريت يكون عندهم ثقة بالبدائل حتى يختاروها، حتى يوصلوها. ماكو قدامهم حل ثاني غير أنه يختار بديل، يختار غير، لا يختار نفس الوجوه. إذا راح يبقى يختار نفس الوجوه، كيف يريد إذن الخدمات يحققها إذا هو راح يختار نفس الوجوه اللي مرت عليه خلال 15 سنة وما قدمت له شيء؟ خلي يختار غير، خلي يختار الشباب. ما هو يقول لك شنو الضمانات؟ إنه أنا اليوم قدامي كفاءة وما شاء الله دكتورة ومتخصصة، لكن هذه الكفاءة لربما عندما تصل بمصدات وبعراقيل وبعراقيل. هذا اللي تكلمت به، اربط بالسؤال اللي قبله واربط باجابتي اللي قبله، هذا اللي تكلمت به.
القدرة من تجيني من الكرسي زائدا الدعم. الدعم أنا مو أقصد يدعمني ماديا أو يدعمني بموقف معي، لا، يدعمني بأن يكون نكون رؤية واحدة بنفس التوجه. همنا المواطن العراقي، همنا أن نخلق له صورة جديدة، واقع متغير عن ما رآه وفقد الثقة بي. ومو وحدي، أكيد هنالك عدد من الشباب، عدد من النساء، عدد من الموجودين تحت قبة البرلمان. نعم. نتكاتف كلنا سويا في سبيل أن نواجه. نعم. ونصل ربما نصل إلى نتيجة ترضي المواطن. يعني دكتورة أكيد حنكمل حوارنا ويا حضرتك، ومكملين هالحوار من موقع العمل، من موقع الناس وإلى كل الناس، لكن خلي نشوف نشاط حضرتك على أرض الواقع، من بعدها مكملين حوارنا. ان شاء الله على المرات القادمه يعني يكون العدد اكبر. تدري هي مجموعه من المدارس، احنا زرنا من اجينا ذيك المره، يعني مو هاي المدرسه الوحيده، فان شاء الله هسه بدينا بهذه المجموعه البسيطه، ولا وان شاء الله تتقبلون من عندنا هديتنا. والمرات القادمه اكو هذا الموضوع، اكو موضوع الساحه، انا يعني حسب ما فهمت يريدون شويه بعض الترميمات وبعض التغييرات في الساحه، يحتاجون يمكن مثقف على جزء معين، يعني على مود الطلاب، لان اطفال صغار هي مدرسه ابتدائيه. غيرها من المدارس اكو يعانون من موضوع الصحيات مثلا، يعانون من بعض الزجاج المكسر، غير مدارس اخرى مو هنا يعني. والحمد لله هنا انا شفت انه بعض الصفوف جاهزه وبعضها مو جاهز، ناقصة فقط أجهزة التبريد. إن شاء الله هي هذه أجهزة التبريد، والوجبات الجاية إن شاء الله أيضا نوفي بها. خلال هاي الفترة زرنا عدد من المدارس بهذه المنطقة، هي يعني منطقة بالكرخ بالغزالية، زرنا عدد من المدارس، حاولنا انه يعني نشوف شنو الاشياء اللي يحتاجوها، اذا كادارات واذا للطلاب. تعرفين اطفال صغار واحنا مقبلين على صيف حار، اكثر الاحتياجات كانت انه توفير اجهزة تبريد ايا كانت، قابلين يعني بالشيء البسيط، قابلين بالشيء الممكن، لانه اكو بعض الصفوف حتى مراوح سقفيه ما بيها. فهذا اللي يعني حاولت انه اسعى به، بالاضافه انه اكو بعض المدارس، مو هذه المدرسه، اكو بعض المدارس احتاجوا انه تبليط للساحه، لانه الساحه مو مبلطه بالشكل المطلوب، فالاطفال يعني يعانون من هذه المساله. تعرفين طفل يتحرك ويحب يركض ويروح ويجي يلعب طوبه، ايا كان ساحاتهم مو مبلطه. قسم من عندهم الزجاج مثلا مكسر، يعني مو امن مو كذا، هذه ايضا راح نسعى في توفير الشيء المناسب لها بغير مدارس. وايضا اكو بعض المدارس تحتاج مثلا سقيفه، حتى هذه المدرسه تحتاج سقيفه على نصف، ولو قالوا نصف الساحه، لان الاطفال دي يعانون يعني جو الشمس، يعني شمسنا حاره تعرفين، ما يعني مو بالشيء الهين انه طفل ممكن يلعب جو هاي الشمس وصيفنا اللاهب القادم. فاحنا بنحاول بالممكن ومن خلال التبرعات والدعم اللي قدمه ان المشروع العربي، بما انه احنا بنشتغل على هدف انه لراحه المواطن ولامان المواطن، باللي نقدر عليه وبالممكن نحاول ان نوفر لهم ما نستطيعه. ومثل ما شفتي اليوم جبنا عدد من المبردات، هذه يعني جزء من عندها، الجزء الثاني هناك يمكن صوروا الجماعه عدد من المبردات، وايضا راح يتم نصبها على الصفوف اللي ما بيها تبريد حاليا، وان شاء الله بالمستقبل بعد اكو وجبات اخرى. طبعا عندنا جولات في مدارس اخرى ايضا راح نغطيها ان شاء الله، وعلى حسب ما متوفر وعلى حسب امكانيتنا اللي تسمح به، وعلى حسب الدعم اللي نقدر نحصل عليه من خلال مشروعنا، المشروع العربي الساعي دائما الى خدمه وراحه المواطن، وبالتاكيد بالتاكيد راح نبدي من الاطفال. إذن دكتورة مكملين حوارنا
وشفنا النشاط، ما معنى أن توزع مرشحة مبردات؟ سؤالك يمكن محرج للبعض. سألت مرشحين ليش بلطت التلفاز، ولكن بالنسبة لي ما راح يكون محرج، لأن أني أحب الأطفال، حبيت أنه أساعدهم، حبيت أنه أفيدهم بشيء بسيط. أني جولت بعدة مدارس في منطقة الكرخو، تحديدا منطقة الغزالية، وجدت أنه أكثر حاجة ملحة عندهم، وإحنا مقبلين على صيف ناري، وتعرفين حضرتك والكل يعرف صيف بغداد وصيف العراق ما يحتمل. فكيف بطفل يدرس في مدرسة وريده ينجح وريده يتعلم وريده يطلع جيل، المشكلة يطلع جيل واعي وفاهم ومدرك ومتفوق، كيف أنا أخلي يداوم ببيئة غير صالحة للدراسة؟ طيب دكتورة، هذا الموضوع ليش يطلع قبل الانتخابات وبعد الانتخابات ماكو يختفي؟ لا هو مو بهالصورة يعني، لكن ربما وراء الانتخابات إذا راح تتابعيني توزعي سبليتات وراء الانتخابات؟ إيه ليش لا، نوزع سبليتات ليش لا؟ خليكي عد هاي النقطة وراح أقابلك ما بعد 4 سنوات. ما بعد 4 سنوات بس تو ماتش 4 سنوات. أنا أحتاج سنة. يلا إذا فزت أحتاج سنة وأجلس معاكي بنفس هذا الحوار. طيب. وأنا اللي راح أذكرك مو أنتي. يا ريت. طبعاً منال المعتصم أيضاً قالت لي 30 يوم أعطيني. أنا انطيتها 4 سنوات. أها. لا نكتفي بسنة. سنة. حتى أكون بكلامي شيء من المصداقية ومن الواقع. 30 يوم ما ممكن يعني. فاعطيني سنة، من بعد السنة نتلاقى. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ظاهرة لربما خلي خطين تحتها. نعم. وجود الإعلاميات في دورة هذا البرلمان. ليش؟ الإعلام هو أساساً يعني كونتاكت، يعني على تواصل وعلى تعاطي مباشر مع الناس. أبداً لا تتصورين أنه الإعلام هو جلوس خلف الكاميرا أو أمام الكاميرا عفواً. مو هالشكل. الإعلامي إذا ما يكون من الناس فعلاً ويعرف كل همومهم ويعرف كل ما يمر طيب بهم. طيب والسياسي حيكون شنو عمله لو لم نضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هو هذا له علاقة بهذا. يعني أنا ما ألوم، أي أنا إعلامية أيضا ودا أرشح هذا الموضوع، مو معناها أنه الإعلامي لازم يبقى إعلامي. السياسة هي فن الممكن. طيب أوكي. السياسة تقبل أي شخص من أي مهنة، وأكثرهم الإعلامي. ليش؟ لأن هو إن تاتش ويا الناس، انتج ويا قضايا الناس، يحاكي قضايا الناس. الإعلاميين مطلعين، يمكن بحكم عملهم مطلعين على مشاكل الناس بشكل أكبر، مطلعين على ما يجري بالساحة السياسية وبالساحة الاجتماعية وبما يصير بالشارع العراقي أو بأي شارع بأي بلد بأي مدينة، مطلعين بشكل أكبر لأن هذا مهنتهم، فكل شيء راح يشوف ويشاهد ويسمع ويعرف وبشكل يومي أبديت. فتشوفي أكثر واحد ممكن يكون متأثر بقضايا الناس. طيب إذا يريد يلقي لها حل، ليش ما يكون هو يصنع هذا الحل؟ ليش أنا أجي أنتظر من فلان وفلان وفلان؟ هل بحاجة حضرتك إلى دعاية إعلانية؟ ربما إيه، ربما نعم. يعني الدعاية الإعلانية تخلي الشارع يعرفك، تخلي على أن ما يكون، رجاء على أن ما يكون بها إسفاف. هي مو بس مجرد صور تملأ شوارع بغداد. يعني هسه لو نشوف بحيث تحيرين من مقدار الصور، انا لحد الان اي صوره ما إلي بالشارع. الدعايه ممكن تكون تمهيد عن البرنامج الانتخابي وعن ما اصبوا اليه من اهداف الجميع، انه يشوفون شيء من الاشياء اللي انا دا اتحدث بها، انه انا ممكن اغير، ممكن اخلق لك واقع حال جديد، ممكن اضع حلول او اشرع حلول لهكذا مسائل. طيب شلون لازم اراويها هسه نبذه؟ فإذا أحتاج الإعلان عن هذه بالضبط، وليس جميل. إعلان بصورة بالشارع. جميل جدا. نعم. يعني أكيد دكتورة إحنا حنكمل وياكي وحضرتك الحوار ومستمرين. نعم. وكنا وزرناكي في موقع العمل وأنت نعم شرفتونا اليوم براديو الناس. إن شاء الله حننتقل إلى مكان آخر وفي مكان عام، حنشوف واقع المواطن. نعم. من مكان ومن منظور آخر، وأكيد مكملين من بعد هالحوار مع الدكتورة شذا. خليكم ويانا.
إذن مشاهدينا، كنا في أجواء العمل والمهنة وانتقلنا إلى أجواء أخرى وسط العامة والشارع. أكيد الرؤية مختلفة عند الدكتورة شدا. إيه بالتأكيد، يعني بغداد أكيد الكل يعرف. أنا يمكن تأخذني الحسرة وأنا أحكي على بغداد، لأنه بغداد بغدادنا نحبها يمكن أكثر من أي شيء آخر. صح اسم العراق فتشي، لكن موضوع بغداد موضوع آخر بالمرة. نعم. أنا أتمنى أن أشوف بغداد بالصورة التي كانت عليها ما قبل 2003. طيب الأمنيات اليوم راح تنقل من أمنية إلى واقع وقانون تشريعي، ولربما توقيع من حضرتك على أحد نصوص قانون تعنى بشيء مهم للمواطن، يقرر مصيره، يبني مجتمع، ممكن شيء مهم في هذا العراق اليوم. برأيك بأي نقطة يمكن أن تسجل دكتورة شذا حضورها ووجودها كبرلمانية كمرشحة اليوم؟ من أكثر اهتماماتي ومن أول أولوياتي موضوعة بغداد. يعني أنا ما أتمنى أن تظل بغداد بهذا الشكل المزري اللي هي به حاليا. أكو مجال وعدنا ثروات وعدنا إمكانيات، لحد يقول ماكو. هذا البناء الشاقولي اللي دا يشوفه الجميع والمولات وغيرها، هذا أنا ممكن أستثمره بأمور أخرى. الشوارع، الأزقة، الأماكن، يعني شارع محمد القاسم اللي قبل فترة تعرض إلى ما تعرض وسدوا الشارع بسببه. نعم. وانخلقت أزمة من الازدحامات والأذى على المواطن العراقي لمدة ما يقارب الشهرين. طيب والحل بالأخير فتحوه بدون أن يصلحوه. طيب مو هذا السؤال، هذا الموضوع، هذا الموضوع لو كان أكو تخطيط حقيقي، تخطيط سليم، كان يفترض أنه أحسن ما أني أعطي هذه الأماكن وهذه الإمكانيات لبناء هذه المولات وهذا البناء الشاقولي اللي دا يطلع بسرعة هذه هائلة. ما نشوف إلا مبنى بثلاث شهور كمل وإذا به أحلى مول. أوكي إحنا نجمل بغداد بهكذا أشياء، لكن أكو أولويات، أكو أشياء تفرض علينا. شنو الأولويات؟ هذا الشارع كان من المفروض أنه يتصلح. طيب هل مهمة البرلماني أنه يصلح شارع؟ لا، هذا يقع على محافظة بغداد أو على مانة العاصمة أو أيا كان. طيب كيف أنه هذا الموضوع وهذا الاختيار وهذا المنصب وهذا المكان، كيف أنه يجي؟ يعني ما هو البرلماني لما تسألي أو أي شخص مرشح ما قبل الانتخابات يقول أنه الشارع إحنا راح نبني، إحنا راح نعمر، إحنا عندنا مشاريع، لكن لما يوصل الموضوع إلى قبة البرلمان لا، يقول إحنا مو مهمتنا. ينصدم بهكذا إدارات حكومية. لكن علينا أن ما ننسى أنه هذه الإدارات الحكومية القائدة على أغلب الأحيان هي من ضمن نفس النواب، من ضمن يأخذوهم مجموعة معينة إلى دوائر معينة ويعوضون بمكانهم. أكيد عندك معلوم أنه السلطة التنفيذية تفرق عن السلطة التشريعية. أكيد. يؤخذ أحيانا من نفس اللي فازوا بالانتخابات. طيب شنو اللي يخلي دكتورة شذا متأكدة اليوم أنه وجودها في البرلمان ما رح يفرض أيضا السلطة التنفيذية قراراته ويفرضها على الدكتورة؟ لا بالتأكيد، ماكو شيء اسمه رح أكون متأكدة. بالتأكيد ممكن نواجه مثل هذه العراقيل وربما أكثر. أنت قلتي إحنا نريد ننتقل إلى مرحلة أنه ما نظل نتمنى. كافي نظل، يعني مو كافي أنه إحنا 15 سنة ظلينا نتمنى. نعم. نتمنى بغداد أفضل، نتمنى واقع المواطن أفضل، نتمنى واقع الشباب العاطل عن العمل أفضل، نتمنى الطفل العراقي يلاقي في مدارسه شيء أفضل. إحنا نظل نتمنى. بالتأكيد إحنا نريد نحقق شيء، بعض الآليات ما تعيننا حاليا. ربما خليك ويا كلمة ربما، إذا تغيرت الصورة وتغير المشهد بناس أكفاء كما هو توجه المشروع العربي بأنه اختار نماذج وناس أكفاء وتكنوقراط لشغل هذه الأماكن ولشغل هذه المواقع البرلمان أو غيرها. لو وجدتي طيب نفسك أنت الوحيدة، كيف شنو الشيء البديل؟ لا أنا ما راح أكون الوحيدة ولا دا أقول أني الفريدة أبدا، وأني متأكدة أكو شباب من كلا الجنسين، إذا نساء أو رجال، يسعون نفس المسعى اللي عندي. وأني مستعدة أضع إيدي بإيدهم، والمشروع العربي متأكدة راح يكون في صفنا
ويدعمنا، وحال ما يدعمني يدعمهم. طيب كبرنامج انتخابي يعني أيضا نسمع المرشحين تدور أحاديث حتى ما قبل أنه ندخل في أجواء الكاميرا، يقول لا تسألني على البرنامج الانتخابي يعني مرشح، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ ربما يكونون ما مهيئين برنامج انتخابي لأن ما عندي للعدة الصحيحة. أكو عدد كبير من المرشحين دخلوا إلى الانتخاب قبل شهر من التقديم إلى المفوضية وموجودين كثار يعني. نعم. قلة اللي تلقين بيهم فعلا عنده برنامج انتخابي وواضع خطة انه يتأمل ان يجد من يأخذ بإيده. نعم. وبقوة وبعزم انه لازم وحده ما يقدر يسوي شيء. صدقيني بالوضع المزري اللي بيه العراق الآن ما ممكن شخص واحد وإيد بحدها نصة فوق إذا نقول المثل الشعبي. طيب إذا أنا أحتاج ناس وياي، أحتاج آليات تعيني في سبيل أن أحقق برنامجي. أنا واضح إذا حضرتك متهيئة هذا الموضوع متهيئة. شنو البرنامج الانتخابي؟ تقدم الأمم يعتمد على أشياء اثنين اللي هو القضاء والتعليم، فعلينا أن ننطلق من هذه الأساسات، نزاهة القضاء والتعليم الكامل الناجح الناجز. هذه الأشياء الاثنين هي أساس انطلاقي في برنامجي الانتخابي. لو نجي مثلا على أول نقطة، من الضروري جدا أنه نسعى في أن يكون القضاء مزيه، في أن يكون القضاء مستقل استقلالاً كاملاً عن أي توجه أو اتجاهات حزبية. حلو. هذا شلون يتم؟ يتم من خلال وضع تشريعات البرلمان المفروض يقدمها. طيب. تشريعات تلزم بأن يكون القضاء فعلاً مستقلاً. خلينا نتوقف عند هاي النقطة. نعم. مهمة قضية القضاء. إحنا كنا نعرف إنه بدأ موسم الانتخابات وبدأ التكتلات وبدأ التسقيط السياسي وبدأ كل مرشح يأخذ جماعته ويتجه إلى الكرسي المناسب اللي يشوف إنه ممكن حيدعموه هذول الجماعة. أكيد حضرتك يعني كيف حنصلح حال البلد وإحنا 4 سنوات وما قبل ال4 سنوات إحنا شفنا الفساد موجود في السلطة وموجود على رأس الهرم، كيف حنعمل برنامج إنه نعيد هيكلة القضاء في العراق؟ كيف؟ إذا نجي نحكي على موضوع الفساد فهذا موضوع منتهين منه، لكن لما نريد نصلح شيء ما يجب علينا أن أولاً نجد البدائل. هذه البدائل إذا وجدت أنا وغيري 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 لتغيير الصورة نحو الأفضل ونحو الأحسن. الصورة بالوجوه، تغيير الوجوه لا 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 لا، تغيير الصورة والمضمون. طيب. بأن قلت لك نريد نصنع تغيير حقيقي. علينا أن نجد البدائل، لكن أنا ما أقدر أجبر الشعب يختار هاي البدائل. الاختيار رح يبقى بالأصابع البنفسجية، رح يبقى بيد الشعب نفسه. إذا الشعب ما انتفض وهو قرر أن يغير هذه الوجوه التي يسمي ومتأكد أنها فاسدة، اتخذ القرار. نعم. احنا جبنا لك مجموعة مثلا المشروع العربي او سوى او اي تحالف اخر، جبنا لك مجموعة اكو وجوه نفسها القديمة تكررت واكو وجوه شابة جديدة تريد تنهض بواقع الحال. نعم. ساعدها، لكن كيف؟ احنا وجدنا لك البديل، لكن انت عليك ان تختار. فالمسألة اذا بالاخير هي بيد المواطن. نعم. التغيير اصنع تغيير باصبعك. نعم. جميل. يعني دكتورة شذا احنا اكيد نتمنى لك كل التوفيق. شكراً في جزيلاً. هذه الحملة، ونتمنى أنه تكونين على قدر المسؤولية، يعني يا ريت إن شاء الله أنه كل من قابل إحنا أكيد مرشح لربما نجعل من الكلمات أو المفردات اللي نستخدمها شيء حتى نخرج به من مضمون من واقع المواطن العراقي اللي شافه من السياسات السابقة واللي تعيشه حالياً. صحيح. نشكرك شكر جزيل ويا رب التوفيق لك وللناس الشرفاء اللي يخدمون القضية العراقية والمواطن العراقي. شكراً, شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، وأني أشكر قناة الفلوجة وأشكر الكوادر القائمين عليها. نعم. تسلمون. شكرا. إذن مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بالتأكيد لنا وقفة مع أسماء جديدة وقضايا مهمة تهم المواطن في ضمن ومن ضمن حملة كل مرشح نستضيفه في برنامجنا، والقرار بالتأكيد لكم. انتظرونا
في حلقة أخرى. إلى اللقاء.